الاهلي جابها سواء في يناير او في الصيف. محمود متولي ارقامه من دوري ابطال افريقيا وليه رقم مميز في الدوري. يعني هو لعب 5 مشاركات في دوري ابطال افريقيا، رقم كويس. فاز بيفوز بالالتحامات الثنائيه 75%، فاز بالتحام ثنائي كل 90 دقيقه 3.8. التاكلينج الصحيح بتاعه مميز بالتاكلينج قوي، بيعمل 1.5 في الماتش الواحد. تشتيت الكرة عنده مش كتير، 1.3، دليل ان هو لعبه كويس جدا. احنا بنتكلم على الارقام في دوري ابطال، التمريرات الطوليه 3 كل ماتش، نسبه دقه التمريرات الطوليه 71%، نسبه دقه برضو التمريرات نيجي على المرمى 8 من 10، ده برضو نسبه دقه التمريرات القصيره عنده 94.6. أيوة. فده ارقامه في دوري ابطال افريقيا. الارقام اللي قدامنا على الشاشه دي الدوري، الرقم المميز ليه في الدوري ان هو لعب 5 مشاركات كاساسي و2 كبديل. الرقم المميز ليه ان هو معدل قطع الكرات ليه في الماتش الواحد 17.7، والتمريرات الطوليه بتاعته 51. يعني بالاخر محمود متولي مميز جدا في قطع الكرات بتاعه، وفي نفس الوقت بيعرف يبني الهجمه وعنده حته الرؤيه زي ما شفنا قبل كده. فايلر نزله كلاعب ارتكاز ثالث في مباراه في الدوري، ونزل عمل تمرير طول الكهرباء تقريبا كانت مباراه المصري. أيوة. لما نزل في اخر الماتش وعمل تمرير طول الكهرباء وبدا كهرباء يسجل من خلالها، وكذلك لما اعتمد عليه في بدايه مباراه سان داونز كارتكاز ثالث. اذا محمود متولي لعيب جوكر، لعب كتير كمساك ولعب كتير كارتكاز، وبالتالي اللعيب الجوكر ده عمله نادره، وبالتالي دي اهميه كانت صفقه محمود متولي، ان انت بتستخدمه كارتكاز وبتستخدمه كمساك، وفي نفس الوقت ارقامه في دوري ابطال افريقيا مميزه جدا، لعيب جوكر. تمام، اذا يتبقى 3 صفقات، رمضان صبحي و